طيب السؤال المهم، اللازكس مع الهايبرتنشن، الحركة العنيفة المخيفة اللي بتتعمل، أنا كنت عايزة أقوله بدري عن كده بس يعني للأسف هو جاي دلوقتي، اللازكس مع الهايبرتنشن بنشوف إيه؟ العين جالك في الاستقبال برضه، دي أنا لما قلتها من كذا سنة يعني بص ده كسر الدنيا، بس خدت فيه خناقات عجب يعني، تمام، بس الناس بعد كده اقتنعت. دي تقريبا اشهر مال براكتس في الطب كله، واكتشفت ان هي مش عندنا احنا في مصر بس، في العراق وفي سوريا وفي السودان في كل حته بيعملوا نفس الحدوته دي، وهي غلط خالص. اللي هي ايه بقى؟ يجي لك العيان، تمام؟ انا عماله اقول مين العيان اللي شفتها، هبقى احكي لكم عليه، تمام؟ يجي لك العيان بهايبرتنشن، حلو؟ 170 على 100 مثلا، وعنده شويه صداع وبتاع ومش عارف ايه، فانت ايه قعدت عندك في الاستقبال ورحت حاطيله امبول لازكس 40، ماشي، وقلت له ايه يا حاج اقعد معانا كده ربع ساعه، بعد شويه تحس انك عايز تدخل الحمام روح ايه وتعالى، وبعد كده ندخل الحمام نيجي ايه نقيس لك ضغطك، حلو. ففعلا حصل كده، والراجل قام راح الحمام وجه استوى ضغطه، لقيته بعد ما كان 170 على 100 بقى 150 على 90 وحلو وجميل. فقلنا له ايه؟ قلنا له كده خلاص يا حاج ضغطك الظبط، ويلا خد الدواء بتاعك اهو، كابوتين او كابوزايد، ماشي، حبايه الصبح، وتعالى لنا ايه؟ وتعالى لنا بعد يومين ثلاثه نقيس لك ضغطك، او روح عياده البطنه بقى كمل مع الدكتور بقى، تمام؟ يروح العيان ويرجع لك بعد ساعتين ثلاثه بسيفير هايبرتنشن تاني، او بستروك، او بانجينال بين، اي مشكله، او ممكن ما يجيلكش، يروح لايه لمستشفى تانية، تمام. ليه بقى كده؟ ليه ده حصل؟ هل صح ان احنا ندي لازكس مع الهايبرتنشن، مع السيفير هايبرتنشن؟ لا، غلط 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 غلط. ليه غلط؟ هو انت لما بتدي لازكس هدفك ايه في اللازكس؟ ان انت تقلل ايه الارتيريال بلاد بريشر بتاع مين؟ بتاع العيان، حلو. اللازكس ده لوب دايوريتك، يعني ايه لوب دايوريتك؟ يعني بيشتغل عن طريق ان هو يخلي العيان يفقد ميه من ايه؟ من جسمه، صح؟ صح. طب انت العيان الهايبرتنسيف ابو اثر سكلروزيس ابو بليك اللي احنا اتكلمنا فيها دي، مشكله العيان ده ان هو اوفرلودد، في فوليوم اوفرلود، فانت لما تديله اللازكس هينزله، ولا مشكله العيان ده ان في فازو كونستريكشن وفي اوبستراكشن اثيروسكلروتيك، فانت مطلوب منك تدي له حاجه توسع له البلاد فيزلز دي علشان خاطر تهدي له البلاد بريشر العالي ده. انهي واحده؟ العيان عنده فازو كونستريكشن. طيب حضرتك لما اديت له اللازكس عملت فيه ايه؟ اولا احنا كنا اتفقنا من لما خدنا اللازكس في الهارت فيلير، لما شرحناه في الهارت فيلير قلنا ان اللازكس ده هو اساسا فازو دايليتور دراج، بس مين اللي بيشتغل على مين اكتر؟ على الفينس سايد، بيشتغل اكتر على الفينس سايد من الارتيريال سايد، هو له مايلد ارتيريو دايليتور افكت، لكن الماكسيمم افكت بتاعه على الفينس سايد. عشان كده قلنا في البلمونري ايديما ان العيان لما بتديله اللازكس بيمبروف التشيست كونديشن، ويمبروف الكراكلز او الكريبيتيشنز اللي على العيان، بيمبروف ات بيفور ذا بيشنت باسز يورين. مش قلنا الجمله دي مكتوبه كده في الكتاب؟ ات امبروفز ذا لونج كونديشن بيفور ذا بيشنت باسز يورين. وقلنا ليه بيمبروف وليه بيخليك تسمع الكريبيتيشنز دي قلت وبدا يبقى فيه الانتري والعيان يتحسن والديزنيا تقل والساتوريشن يتحسن في 5 دقائق قبل ما العيان يلحق يجيب بول. قلنا ليه اللازكس بيعمل كده في عيان بلمونري ايديما؟ علشان خاطر بيفتح الفينس بيد، بيفتح لك الفينز اللي جوه العيان كلها، فكل الفوليوم ده يبقى ايه يحصل له سكشن في الفينس سايد، وعلى ما يلف بقى ويطلع في البول بتكون ايه حالة اللنج ايه اتحسنت، والعيان بدأ ايه يبقى اريتد تاني، حلو حلو. طيب في الهايبرتنشن
انت مشكلتك في ايه؟ في الهايبر تنشن. مشكلتك في ايه؟ مشكلتك اساسا في البرولونجد فازو كونستريكشن اللي عند العيان. لما انت بتديله لازكس بتعمل فيه ايه؟ بتخلي البلاد، الميه اللي في البلاد اللي في الانترافاسكولار كومبارتمنت بتقل. ليه؟ ما انت بتديله لازكس، اللازكس لوب دايوريتك يعني هيفتح الكدني، تمام؟ فهيقوم العيان بعد نص ساعه يقوم يجيب لك ايه؟ نص لتر بول. حلو؟ فانت اكنك خليته نزفت نص لتر، اكنك بالظبط خليته نزف نص لتر، انت نزلت من جسمه بالعافيه نص لتر ميه. حلو؟ فالنص لتر ميه دي 100% هتقلل لك ضغط العيان شويه، صح؟ عشان الفوليوم ديبليشن اللي حصل، انت كل اللي عملته انك قللت الفوليوم، صح؟ فهتنزل لك ايه؟ ضغط العيان شويه. انيشيالي يعني ايه انيشيالي؟ يعني انت جبت شويه ميه من داخل العيان، اكنك عملت له فيني سكشن، اكنك سحبت من ايده نص لتر دم. حلو؟ فانت لما نزلت له نص لتر ميه اللي في جسمه ده، تمام؟ في وقت بسيط جسمه يفهم ايه؟ انت ما عملتلوش فازو دايلاتيشن، انت عملت له ديبليشن، فوليوم ديبليشن، وقعت له الفوليوم اللي جوه البلاد فيزلز، قللت له الفوليوم نص لتر. حلو؟ فيقوم دماغه يفهم ايه؟ يفهم ان العيان كده في هايبوفوليميا، يفهم ان العيان ده بينزل في هايبوفوليميا، زي بالظبط زي ما اكون طلعت من جسمه نص لتر دم. هو ده اللي حصل حقيقي، انت طلعت من جسمه نص لتر ميه، صح؟ فقللت ضغطه. فيقوم دماغه يترجمها على ان العيان ده داخل في اكيوت هايبوفوليميا، ما هو ده اللي حصل بالظبط، اكيوت هايبوفوليميا. حلو؟ يقوم عامل ايه الدماغ عشان يكمبنسيت اجينست الاكيوت هايبوفوليميا اللي حصل للعيان؟ يروح عامل ايه؟ يروح عامل فازوكونستريكشن. يبقى هو اساسا مشكلته في الفازوكونستريكشن، السيفير فازوكونستريكشن اللي عنده. انت اديت له حاجه فهمت دماغه ان هو داخل في هايبوفوليميا، فراح عامل مور فازوكونستريكشن، يروح عامل لك ريباوند هايبرتنشن من نوع الفاخر. يعني ايه ريباوند؟ يعني انعكاسي، رد فعل منعكس، يروح حاصل له ريباوند هايبرتنشن فظيع. يبقى انت بعد نص ساعه، ساعه الا ربع، تيجي تقيس ضغط العيان ده تاني، بعد ما لقيته هو جاي لك 180 على 100، اديته امبوليك لازكس ولا امبولتين لازكس؟ ده في ناس بقى ايه بتفتري، اللي هو ادي امبوليك لازكس ما نفعتش، يروح عطيه واحده تانيه ويروح عطيه واحده ثالثه، تمام؟ فيلاقي ضغط العيان نزل بقى 150 90 140 90، حلو قوي، فيفرح، تمام؟ تعالى بعد نص ساعه، ساعه الا ربع كمان، وقيس ضغط العيان ده واتفرج عليه، لاقيه 220 110، تمام؟ ريباوند هايبرتنشن. ليه؟ عشان الميكانيزم اللي احنا قلناها دي، الجسم وكل ما يجيب ميه اكتر كل ما هنزود له البازو كونستريكشن، تمام؟ فممكن لو انت دوست على العيان ده باللازكس تدخله في ستروك او تدخله في ام اي او في اي مصيبه او في اكيوت رينال فيلير، في اي حاجه، تمام؟ يبقى حركه اللازكس مع الهايبرتنشن، السيفير هايبرتنشن ممنوعه، ممنوعه تماما، دي حرام، دي جريمه، دي جريمه. في بوست كامل عن الموضوع ده عن الجروب على الفيس، ابقوا ايه؟ ابقوا بصوا عليه واقروه، هتلاقي نفس التفاصيل اللي احنا بنقولها دي، تمام؟ تمام. البوست ده نشرته جمعيه القلب السودانيه وجمعيه القلب الليبيه، ونشره معهد السرطان في مصر 37 37، وصفحات كتير قوي نشرته. مال براكتس. في واحد زميلنا من العراق قال لي ايه؟ قال لي بس الدكتور احنا بنجيبه وبنديه وبنعمل وبيجيب نتيجه ومش، قلت له ما انا عارفه انه بيجيب نتيجه، بس ده اسمه انيشيال افكت، انيشيال، العيان مش هيكمل كده، يعني هيروح بيتهم مش هيقعد كده لحد بكره وبعد، ده هيجي لك بعد ساعتين بهايبر تنشن، ده مستحيل، تمام؟ فقال لي طب ايه رايك انا هجرب؟ قلت له ماشي جرب وعرفنا بالنتيجه. فراح فعلا ورجع، وهتلاقوا الدسكشن دي مكتوبه على البوست ده، بس بقى اللي يقرا لان في تعليقات كتير، تمام؟ هتلاقوا الدسكشن دي مكتوبه. قال لي طب احنا ايه؟ طب انا هجرب. فراح فعلا جرب وعمل كده، واصل العيان اول ما العيان جاب بول قام قايس ضغطه، لقى ضغطه فعلا كويس، ايه في الحدود اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ضغطه قل يعني، تمام؟ فراح مقعده جنب حوالي ساعه، ماشي؟ وراح قايس له ضغطه تاني، فلقى ان ضغطه عالي اكتر من الاول، فجه فعلا قال لي انا فعلا عملتها وفعلا حصل كده، تمام؟ دي مش تأليفه من عندي، ده كلام الكتاب، ماشي؟
فاحنا دي مال براكتس لازم ايه ننهيها. اسطوره اللازكس والهايبر تنشن دي لازم ان شاء الله ايه تنتهي. انا بقالي 5 سنين بقول في نفس الكلام، ماشي؟ فلازم هذه الاسطوره تنتهي. حلو حلو، لان انت بتضر بيها العين مش بتنفع. طيب مين العيان اللي اديله لازكس وهو هايبر تنسيف وبالعكس ده انا هديله يعني مش هبقى قلقانه؟ عين الاكيوت بالمونري اديما، الهايبر تنسيف بالمونري اديما، يعني عين دخل ب 210 بس في بالمونري اديما، ما لازم هديله لازكس. ليه؟ عشان غرضي منها اجيب البالمونري اديما، ما هو كده اوفرلود ده اهو هديله، تمام؟ فده هياخده وما عندناش فيه مشكله. العيان الثاني، العيان الثاني اللي في رينال فيلير واوفرلودد، رينال فيلير وجاي لك بقى بايه؟ باعراض سيفير هايبر تنشن، جاي لك بقى بهيدك، جاي لك بمشكله، جاي لك ببلمونري اديما، تمام؟ العيانين دول يعني هو هايبر تنسيف وبيغسل او كل حاجه، بس في منهم ناس بتجيب يورين ممكن، تمام؟ يبقى هو رينال وبيجيب يورين، تمام؟ او حتى لو هو على دياليسيز ولسه ما يعني بنحضر له في الغسيل، وانا ممكن اديله اللازكس علشان خاطر ايه؟ اوسع له الفينس بيد اللي بنتكلم فيه، كان بيجي لنا عيانين كتير كده، اوسع له الفينس بيد اللي بنتكلم فيه لحد ما ايه؟ لحد ما ننزله حالا يغسل على مكنه الغسيل. دلوقتي الحمد لله بقى عندنا كمان مكنه غسيل في الرعايات، فالحمد لله ايه؟ كتير يعني من الرعايات شفت كذا واحده. ده برضو كان مشروع من ضمن المشاريع اللي كنت بشتغل عليها في الوزاره بس ما كملتش، وطبعا ما كملش بعد الكورونا. ربنا بقى يساعد الناس اللي جاي ويكملوه بخير ان شاء الله. يعني احنا كنا نحط مكن رعايات في الغسيل في الرعايات، دلوقتي بشوف كتير بصراحه يعني مستشفيات كتير بقى فيها مكن غسيل في الرعايات، فبخلي العيان بتاعي يغسل ايه على طول، يغسل في مكان. لكن عيان الرينال فيلر بياخد لازكس او بياخد، تمام؟ لانه اللوب دايروتيك هي النوع الوحيد من الدايروتيك اللي شغال في عيانين الرينال فيلر، فبقى مسموح ان هو ياخد. وعيانين البلمونري ايه؟ البلمونري ايديما، يبقى دول الاثنين عيانين ان انا هديهم لازكس الهايبرتنسيف بالمونري ايديما، دول الاثنين عيانين اللي هديهم لازكس هايبرتنشن وانا ايه؟ وانا قلبي ايه؟ مش واجعني، غير كده لا. تمام؟ يبقى العيان اللي في اكيوت هايبرتنسيف بالمونري ايديما او اللي في رينال فيلر وايه؟ وكونجستد. كونجستد يعني ايه؟ يعني برضه جاي لك بسيفير هايبرتنشن او جاي لك بايه؟ بالمونري ايديما. ماشي ماشي.